رخص الإشارة إلى حقوق بعض إخواننا من أهل السنة في داخل إيران كمواطنين وأكتفي بالإشارة. وأيضا تعرض خطيبة برمن حتى لأن الأزهر يدرس. إنني أتكلم عن الوحدة وأقول إزالة هذه الأشياء من أجل تأكيد الوحدة. فضيلة الإمام قال يتمسحون في التشيع ممن يعملون ذلك في مصر أو في غيرها، وممن يترددون على زيارة إيران يتعرضون لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولزوجاته بشكل غير مقبول، مما يشوش العلاقات بين الشعبين. أيضا دعني أتكلم في الشيء. حاضر. وأشار